كنا شغالين وسمعنا صوت صوات، فبنبص على الصوت ده جاي مننا حته، لقينا في حاجه بتتحلف من فوق. فكرنا سجاده وقعت ولا شوال ولا اي حاجه. جينا نجري لقينا واحده ست في المكان اللي احنا واقفين فيه دوت. فتحنا المحل دوت واحنا مدخلنا جوه المحل، المحل الازرق ده، دخلناها جوه المحل واتصلنا بالنجده والاسعاف عشان يجوا يشوفوا الحاله دي. بعد كده قفلنا احنا ومشينا. الشرطه جت، كنا الناس كلها اتلمت عشان نعرف في ايه اللي حصل. لقينا واحده ست شلنا بس ما فيش اي حاجه عنها. سمعنا ان صاحب العماره والغفير اللي بتاع العماره. الواقعه حصلت امتى بالظبط؟ يوم الاربعاء الساعه 10.